فيكم الليلة ب Arab American Radio. عنا special guest, ضيف كتير نحن منحبه من الأردن, وسوبر ستار وحتى ميجا ستار كمان. الفنان الكبير عمر عبد الله, منرحب فيك بنيوجيرسي وبأمريكا كلها, نورت وولعت بوجودك عن جد. الله يخليك, شكرا لك. لا مش لهالدرجة يعني, احنا بس عن جد شكرا لك حبيبي سام, وشكرا على هذا الوقت اللي اعطيتونا اياه وسمحتوا لنا نشوف الحبايب والاصدقاء من خلالك ونتكلم معهم ونبسطوا ان شاء الله معنا اليوم بالحديث. وانت الجوله تبعك كانت كتير حلوه ولسه مستمره صح؟ لسه في عندك الحمد لله عندك ناس بالالافات هون بامريكا ناطرينك. الحمد لله يعني اول بدايه الجوله يعني, ولليوم كمان هاي الحفله الثانيه الحمد لله يعني من الحفلات الناجحه جدا. وايضا باقي الولايات يعني الاخبار اللي بسمعها انه تقريبا يعني 90%, بديش اقول 100%, لا اكثر من 100%, عشان نعمل مجال للناس يجوا يعني. وعلى ما اعتقد انه قاعدين نوسع, قاعدين حتى بالحفلات بالقاعات قاعدين نوسع الحمد لله. فهذا شيء والله شرف لي, وانا يعني بشكر الناس, بشكرهم على هاي المحبه, بشكرهم على وجودهم معي دائما, وانا بدونهم صراحه يعني ولا شيء. الجمهور هو اهم شيء للفنان, والحمد لله انا قاعد الاقي الدعم من الجمهور يمكن زياده. والله انا بعرف من زمان طبعا نسمع لك, وعندي كمان كتير ناس عندهم قصص شوي قالوا لي اياها عنك من زمان. في كتير في كمان عندي قريبه لقيتك بالطياره من اكثر من 20 سنه. لا بتتذكرك؟ لا 20 سنه. كنت صغير بعدك. لا شيبها خلص. بس لا بعدك بشبابك الله يخليك. بس الصغار والكبار بيرددوا اغانيك وبيعرفوك انت مين, بيعرفوا انت. بس نعرف اكثر كمان, انت من مدينه السلط. من السلط, ايوه من السلط. انا طبعا عمان بس ولكن اصلي من مدينه السلط. وبالنسبه يعني انه الصغار والكبار بيرددوا اغاني, ترى هذا يمكن اشي كثير بالنسبه لي, وبزيد لي مسؤوليه كبيره مهم جدا. ولكن الحمد لله انا بحاول اختار, يمكن هذا السبب الناس بتردد, قاعد بحاول اختار الفن الطبيعي والفن الحقيقي, واللي هو نابع من الفلكلور, خلينا نقول البلاد العربيه, ولكن تخصص فلكلور الاردن وفلسطين. فبما انه الاردن وفلسطين احنا واحد يعني, وما في بناتنا اي فرق. انا لما اغني لعمان بغني للقسطره, ولما اغني للسلط بغني لاريحه, وبغني لرام الله, فكلياتنا واحد. فانا يمكن الحمد لله, يمكن لاني عايش بهذه المنطقه, والحمد لله اني عايش بهذه المنطقه, من الاعراس, من الحفلات, من الختائر الكبار, من النسوان ايضا, معظم اغاني معظم اغاني بحاول اخذ الفلكلور الحقيقي منهم, بس لكن بطوره انا بالامرات بالحان جديده, بضطر اعمل لحن جديد, وامرات بغير الكلام تماما او بعمل كلام جديد بطوره يعني. والتطوير ترى صعب جدا, لانك يا بتحافظ على بده فن, لانك يا بتحافظ على الفلكلور يا انت بتنهيه. فهذا شيء كثير بتحافظ عليه وبتغيره بنفس الوقت بالضبط. يعني تعمله على طريقتك انت بالضبط. يعني بحاول اعمله انه حتى الجيل الجديد ايضا الشباب والاطفال الصغار يفهموا, حتى لو ما فهموا ممكن يمشوا مع الايقاع, مع الايقاعات الحديثه يعني. بحاول حتى بالموسيقى اخلط يعني في اغاني كانت على الربابه فقط, او اغاني مثلا زي الدحيه كانوا يوقفوا بس بالعراس, ما كان ايامها في فنانين وفي مطربين انه يجي انه يجي مثلا على العرس والناس تقعد تتفرج على فنان. هذا الحكي ما كان زمان, فكان نفس اهل العرس والناس اللي جايه تبارك يردوا ويغنوا, هم كانوا اللي يغنوا, كانوا يوقفوا صفين ويغنوا. فاخذت ايضا الدحيه من هذا الحكي, بس طورتها انا وعملت لها لحن وعملت لها ايقاعات يعني, عملت لها اغنيه, فما كانت اصلا يعني. وانت بتعزف قانون وبتعزف آلات وعود؟ معظم الآلات تقريبا, بس عود لا عود وقانون وناي وآلات النفخ, لاني كنت بموسيقات الجيش انا كمان خدمت فتقريبا يعني 70% من الآلات الموسيقية كلها بعزف عليها. بس في ألحان بس مش بروفيشنال يعني, بروفيشنال يعني عود العود طبعا هو آلتي الأساسية.
برافو والله. بس هاي بدنا نرجع على شغلة نقطة صغيرة هلا حلوة. مثل ما قلنا الصغار والكبار بحبوا الأغاني وبرددوها وحافظينها. بس شو قصة هاي بالأردن؟ قالوا لي خاصة كمان في شخص قال لي إنه الستات الكبار للgrand mothers يعني بحبوك للعظم. لا هذول حبايب. شو السر؟ يعني شوف اللي ما إله قديم ما إله جديد. أوكي. أنا بتفاجأ يعني أو كنت أتفاجأ الحمد لله الآن يعني عرفت شو الموضوع إنه طب شو السر مثلاً للستات الكبار أمهاتنا خلينا نقول أو الختايرة والجد يعني أنا بروح أفلام لأنه صعب صعب جداً صعب جداً بالضبط. يعني ممكن أنت تروح لفئة معينة الشباب أو فئة للبنات بأغنيك يعني كل فنان له طريقة في الرومانس وفي بالضبط بالضبط ولكن إنك تجمع بين الصغير والكبير يعني هذا أولا هو توفيق من الله. يعني أنا مش لهالدرجة شاطر أنا لا في أشطر أي شطارة I'm sorry يعني في أشطر مني بس صدقني مش كل شيء شطارة بالدنيا. ربك لما بده يوفق بني آدم بوفقه بس هون بضل دور البني آدم إنه يعمل يكون صادق مع حاله ويكون صادق مع ربه أيضا لأنه ربك اللي نجحك ترى مش أي بني آدم مهما كانت شطارتي أنا مش يعني ففي رب يعني هو اللي وفقني طبعا والوالدين رضا الوالدين. فلما تقول أنت أنه الختيار الكبار باسمه عمر وبنفس الوقت بكون معاه ابنه وحفيده أو حفيدته الجميع معاي هذا شيء ترى كثير كثير بيعني لي وما بدي أقول يعني ممكن ما يعني قليل من الفنانين اللي فيها هاي الشغلة قريبة للقلب لقلبك ولقلبهم إنه بحبوا هالشيء اللي عم طلعوا أنت لأنه صادق والله لأنه أنا اللي بعمله قاعد هو من بيئتي وما بحاول إني أنا أعمل شيء ترى هو جايين أنا منه قصد هو بيصير يعني بيطلع منك مش أبدا مش قصد هو طالع مني أصلا. يعني أنا لما أجي ألحن ما بحاول ألحن عشان إنه الأغنية هاي لازم تنجح مع ما بتفكر فينا رح تضرب ولا لا بس على هوا إذا مسكت قصيدة مثلا وعجبتني مجرد ما لحنتها أنا ما بعيد اللحن خلص هو اللحن نفسه أنا حبيته فبيطلع فسبحان الله يعني بيطلع الناس بتحبه. الله يحميك أنت عن جد عندك يعني فن بدرجة عالية. مين كنت أكتر شيء أنت تفتخر فيه أنت وصغير وتسمع له أكتر شيء؟ والله يعني عشان أكون صادق كثير أنا تأثرت بفنانين الأردنيين اللي قبلي يعني الفنان توفيق النمري رحمة الله عليه الموسيقار جميل عاص فارس عوض الفنان الله يطول عمره غزلان مجموعة من أصدقائي هم يعني هم أنا كنت عايش الوسط أصدقائي يعني أكون صريح يعني أيامها أنا ما كنت أعرف فنانين حتى يعني أكبر فنانين هم كانوا معاي أصدقائي فما كنت أعرف غيرهم جدا تأثرت فيهم. عندك هالجو حواليك دائما أنت وصغير جونا الأردني يعني ما كنا بصراحة يعني ما كنا نقدر نطلع ونيجي هذا الحكي من زمان أو حتى نعرف فنانين يعني فكان كل تأثيري بفن الأردني وببيئة الأردنية وبأغنينا أغاني العراس والحفلات وأغاني الطرب وأغاني الدبكات وأغاني كلها طبعاً. الحمد لله حاولنا نلم يعني عليك. وهلأ سمعت في أغنية مصري كمان طبعا شوف الفنان يعني انا بفتخر انه عندي رساله وبدي اقدم هذه الرساله ورساله انه اقدم اللون الاردني اللون الفلسطيني تراثنا الاصيل بس بنفس الوقت الفنان يجب انه يكون ملم مش بس بلون لازم انه بالضبط يعني الحمد لله غنيت بالمصري وغنيت بالخليجي وغنيت بالمغربي وباللبناني ايضا لانه بالنهايه الفن مرآة الشعوب يعني الفنان لازم يكون ملم شو بده يغني باي موقف صار معه يعني انا بمسك العود مثلا مختلف تماما عن لما شوفني على المسرح ممكن اغني الطرب لبليغ حمدي لعبد الوهاب لناس كبار بالمغرب الطرب الاصيل يعني الموشحات فلازم الفنان يكون مثقف فنيا وموسيقيا بالذات موسيقيا ما هي كل الناس بتحبك عندك السوريين اللبنانيين الفلسطينيين الأردنيين والمصاري مصاروي كلهم فوق لأني أنا بحبهم والله لأني أنا بحبهم وأنا الحمد لله يعني أنا من نفسي من عمر أنا غنيت وآسف من كلمة أنا غنيت لفلسطين غنيت للعراق غنيت لسوريا غنيت للبنان غنيت لمصر غنيت لليبيا
ما في أنا ما حد طلب مني أغني، كله هذا نابع من قلبي بصراحة، لأنه بنفس الوقت أنا أوكي بفتخر إني أردني، وبفتخر إنه مليكي أبو حسين الله يطول عمره، بس بنفس الوقت أنا عربي، يعني أنا سوري وأنا لبناني وأنا فلسطيني وأنا مصري، لأنه كلياتنا واحد بالنهاية، ما بتفصلنا غير حدود والرسميات وجواز هالسفر، لكن كلياتنا أهل بالنهاية. ولا أنت جمعت كل الناس هاي مع بعض الليلة؟ ما أنا شايف كمان اليوم إنه في يعني كل الجاليات العربية موجودة الحمد لله. يعني أنا طلعت على الصالة هلا وبيبعلبك نيوجيرسي نحن طبعا، ومعباية من الحيطة للحيطة، وكله من أنواع الناس اللي بيحبون قلبك وجايين يشوفوك. يعني كمان إحنا بنحكي معاك وفي صديق إلي يعني واقف وأنا شايفه جايين من كندا مخصوص أيضا. أي من كندا كمان أخونا ثائر، يعني كل الشكر لك يا صديقي على جيتك الغالية، ويعني ومن خلاله فتحنا السيرة. بشكر عن جد جميع الناس اللي اجوا من كندا، يعني في ناس من برا أمريكا اجوا حتى يحضروا الحفلات الحمد لله. وهلا وين الجولة الحفلات الباقية؟ هلا إن شاء الله في عندي جولة، يعني بعد أمريكا إن شاء الله راجع على عمان، عندي مجموعة من الحفلات والمهرجانات، أيضا عندي بمصر إن شاء الله، وعندي بدبي، لكن راح أكون شوي مبلوش، بقدم ألبوم بجهز بألبوم يعني تقريبا شبه جاهز، راح يصدر قريبا ان شاء الله. قديش يعني قريبا فيك تقول؟ قريبا يعني بعد على العيد ان شاء الله، يعني ان شاء الله. حابب اني انزله على العيد حتى يكون ان شاء الله انه عيد ووجهه خير ان شاء الله، لانه الالبوم اللي عامله بالسهل انه يكون عيد، لانه مغني لفلسطين، بس هي فكره جديده انا اعملها، صار لي حوالي سنتين لسنتين ونص وانا بشتغل عليه، عامل 21 أغنية على عدد محافظات فلسطين. محافظات فلسطين سابقا والآن، ومسمي هذا الألبوم فلسطين من النهر إلى البحر. يعني في محافظات خلينا نقول بفلسطين زمان راحت واندثرت، أسامي شوارع اندثرت كمان راحت مع بالضبط. أنا حاولت أجيب أسامي الشوارع، اللهجة، يعني بكل محافظة من فلسطين عملت لهجتهم وتراثهم فلكلورهم وطريقة اللغة. أي فكرة رائعة يعني. إن شاء الله إن شاء الله قريبا خلص يعني راح يصدر إن شاء الله على العيد. إن شاء الله انتظروا الألبوم الجديد، وهي أول مرة إكسلوسيف على عرب أمريكان راديو. وتشرف والله. الله يخليك. أدعيتكم للطيبة وبشرف فيك أخوي سام على هذا الكلام الرائع اللي أعطيتنا أكبر من حقنا يعني. لا أنت الرائع وحياتك. أنا وين ما رحت وين ما جيت من أكثر من كم سنة، حتى وقت جيت هذيك السنة جيت ولا من سنتين؟ سنتين. كل الناس اللي بيحكوا معي وبيقولوا لي عليك ما بيحكوا غير إنه قلبك عسل. الله يسعدك. وقلبك طيب، وأنت أنت من بسمتك هلا أول ما تعرفت عليك خلاص حبيتك أخي. الله يسعدك. تسلم يا أخوي سام، تسلم. الله يخلي لك، وشكر للكل اللي معك كمان والكل الموسيقيين اللي جايين معك. شكرا لك. والموسيقيين فعلا اجوا معي من عمان، ولكن في هنا شخصين أنا لازم أوجه لهم الشكر. أولا الأستاذ أنطون شمعون، هذا العازف الخطير، هو أستاذي أيضا أول ما بلش بالفن بالإذاعة والتلفزيون. طبعا هو كان يعني مش معاي، أتمنى أنه كان معاي، بس لكن هسه الحمد لله شغلنا مع بعض. وأيضا المايسترو أخوي رعد معشر على جهوده الطيبة وعلى عزفه المميز جدا. أنا كمان سمعت عنه أشياء كتير حلوة، فهلأ الليلة بدنا نسمع اليوم راح نسمع إن شاء الله. إن شاء الله. نحن كتير انبسطنا بوجودك معنا، يعني نحن عن جد طايرين الفرح، والليلة بنعرف ما بدك تولع، بدك أرثكويك بالإنجليزي، هاي هزة أرضية لنيوجيرسي كلها. الله يخليك. المهم إن شاء الله الجميع ينبسطون ونطلع مبسوطين من هذا الحفل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب الله يوفقك ونشوفك هون عن قريب إن شاء الله. إن شاء الله أنا معك دائما. الله يخليك. شكرا لك. شكرا لك. وشاكر لكل اللي بتابعونا، إن شاء الله يا رب نكون خفاف دم عليك ولطاف إن شاء الله. أكيد. شكرا لك حبيبي. Thank you. الله يخليك. تابعونا هلا بدنا نعمل كم فيديو او لايف من الحفله لحبيبنا عمر عبد الله، وبنشوفكم عن قريب. Thank you.